تعرف على حضرتك دكتور محمد محمد امام كليه الشريعه والقانون جامعه الازهر. دكتور محمد، حضرتك تمثل انهي تيار في السلفيين، اي حزب او اي تيار؟ يعني انا ازهري سلفي وعضو مجلس عضو مكتب سياسي حزب الفضيله تحت التاسيس ورئيس مركز اسكندريه للدراسات الانسانيه. حضرتك النهارده في القاهره وبكره 30/9 جمعه 30/9 ماذا تقول؟ انا كنت في القاهره النهارده، كان عندي ندوه لسه مخلص دلوقتي. بقول بكره احنا مع الناس، يعني الناس الشعب له مطالب مشروعه. هذه المطالب ينبغي ان يحرص عليها الناس جميعا، وينبغي ان يطالب بها من يطالب بها بنوع من الرفق واللين والطرق السلميه والوسائل السلميه المشروعه، لان هذه البلد امانه في عناقنا ونحن سوف يسالنا الله سبحانه وتعالى عليه. حضرتك مع نزول 30/9؟ نحن مع الناس، سننزل لا شك 30/9 وسناتي بانفسنا وندعو من حولنا من الناس ينزلون للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ. هذا القانون صاحب السمعة السيئة، هذا القانون الذي جلدت به ظهور الشعب المصري وجلدت به ظهور الإسلاميين على جهة الخصوص. نطالب كذلك بتعديل قانون الانتخابات، أو الحقيقة القانون فيه عوار دستوري كبير جداً، وأنا عضو هيئة التدريس في قسم النظم السياسية والدستورية في كلية الشريعة والقانون. المادة الخامسة هذه مدعاة للطعن عليها بعدم الدستورية حتى بعد انتخاب مجلس الشعب، ولا شك أن هذا ممكن يؤدي إلى فوضى عارمة في البلاد ويؤدي إلى قبوع المجلس العسكري على سدة الحكم، وهذا أمر خطير. ينبغي أن تكون المنظومة الانتخابية متسقة مع مرحلة بناء المؤسسات، لأننا بصدد بناء مؤسسات الدولة الدستورية والسياسية كلها، فكيف نبني هذه المؤسسات بقانون ضعيف كهذا وقانون قابل للطعن عليه بعدم الدستورية؟ ولو قضي بعدم دستورية هذا القانون يقضى بعدم دستورية مجلس الشعب لا قدر الله. معظم التيارات الإسلامية أعلنت عدم نزولها، لماذا من وجهة نظر حضرتك؟ والله أنا لا أدري، يعني لا شك أن كل واحد عنده أسبابه، أنا لم أطلع على أسباب الامتناع، ولكن أنا دائما أقول لابد أن نكون مع الناس، لأن هذه الثورة ثورة شعبية وليست انقلاب، وإنما هي ثورة شعبية، ليست انقلاب لتمكين المجلس العسكري، وإنما هي ثورة شعبية تؤدي في النهاية لأن يتولى الشعب أمور هذا البلد. ليس أحد غير الشعب، ولا ينبغي أحد أن يلتف على إرادة الشعب، ولا ينبغي لأحد أن يملي إملاءات على الشعب، لأن ما يحدث فيه إملاءات كثيرة جدا من طرف واحد. لا، الشعب ليس له أي دور في هذه المسألة. نعم. كلمة أخيرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة هذا البلد. نقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، نحن نحتاج إلى مصارحة ونحتاج إلى نوع من الصدق في هذه المرحلة على جهة الخصوص. إذا كنتم تريدون أن تظلوا في حكم هذا البلد فلا بأس بالمصارحة بدل من يعني الالتفاف على الإرادة الشعبية، فأنتم منا ونحن منكم ولا إشكال في ذلك، وأنتم من الشعب ولكم الحق في طلب السلطة، كما أن لي الحق وغيري وكافة الأحزاب السياسية لها الحق في أن تطلب السلطة، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بالالتفاف حول الإرادة الشعبية ومحاولة تشويه الحياة الدستورية في المرحلة المقبلة. لا نشك في وطنية القادة، يعني أعضاء المجلس العسكري، ولا نشك في وطنية المشير طنطاوي. البعض قد يتكلم بكلمات نابية أحيانا، أنا لي علاقة ببعض الشخصيات التي كان لها كانت في لجان الخصخصة وكان لها دور مثلا قانوني في هذه المسألة، وأطلعني بعضهم أن المشير طنطاوي كانت له وقفات وطنية كبيرة جدا ومشرفة من بيع القطاع العام وبيع البنوك العامة،
وذكر لي بعضهم أنه هو الذي وقف في صفقة بنك القاهرة وقال بالعبارة كده على جوتسيتي أن يباع بنك الإسكندرية ثم يباع بنك القاهرة. فنحن لا نشكك في وطنية أحد من أعضاء المجلس العسكري أبدا.